السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبات أولى ثانوي. معكم مستر محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي ثانوي مع مستر محمد شعبان. إن شاء الله النهاردة شباب قعدنا مع شرح كلمات الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. وقبل ما نقول كلمات الدرس هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعندنا أول حاجة المربع بتاع الكلمات المذكرة. أول كلمة عندنا بتقول إيه؟ أن إمبلوا دو تومب. إمبلوا دو تومب يعني جدول مواعيد الحصص. امبلوا دو توم حصة. ان كور، ان كور حصة. طبعا حرف اي حرف ساكن في نهاية الكلمة في اللغة الفرنسية مش بيتنطق ما عدا 4 حروف اللي هما الاف والار والسي والال، تمام؟ فهنا كور كلمة الحرف الاس اللي في الاخر مش هيتنطق كور. وخلي بالك ان كلمة كور كلمة مفرد مذكر تنتهي باس، كلمة مفرد مذكر تنتهي باس، يعني الاس من اصل الكلمة. ان كور بداية ديبو، ان ديبو ربع، كار، كار يعني ربع، كار ميل او رغبة، جو وجبة، ربا نفس الكلمة نفس الموضوع في كلمة ربا مفرد مذكر تنتهي بإس. تقويم كالوندريي شهر، موا نفس الفكرة برضو بتنتهي بإس مفرد مذكر. يوم جور عطلة كونجي موعد أو لقاء رونديفو وهي كلمة طبعا برضو مفرد مذكر. والفو دي يا شباب هو مصطلح على بعضه، محدش يفكر ان ده ايه مثلا فعل متصرف كلام من ده، لا. ان رونديفو دي كلمة اسم، رونديفو دي كلمة اسم يعني مش فيرب، ده نون او نوم. وهي كلمة مفرد مذكر رونديفو. الرياضة لو سبور لو متى الصباح لو متى لو ميدي منتصف النهار لو ميدي بتساوي الساعة 12 ظهرا لو ميدي بعد الظهر لابريميدي اللي هي الفترة اللي بعد الظهر. المساء لو سوار مساء منتصف الليل لو مينوي مينوي منوي منتصف الليل. نخش بقى على الكلمات المؤنثة. أول كلمة عندي في الكلمات المؤنثة إن دات دات تاريخ. إن دات كلمة من الترم الأول دات تاريخ. أني إن أني أني سنة. سومين أسبوع. جورني فترة النهار جورني. ساعة إير إير إنير ساعة حرف الأش مش بيتنطق. نصف ساعة إن ديمي إير ديمي إير نصف ساعة. موسيقى إن ميوزيك لغة لونج إن لونج يعني لغة وبرضه بتساوي كلمة لسان اللي هو أحد أعضاء الجسم يعني برضه معناها إن لونج لا لونج اللسان ولا لونج برضه اللغة. ساعة يد إن مونتر نشاط أكتيفيتي اكتيفيتي. فسحة ريكرياسيو واختصارها طبعا ريكري. الليل لا نوي 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 لا نوي الليل. نخش على المربع بتاع المواد الدراسية لي ماتيير اسكولير يعني المواد الدراسية، وطبعا لازم تحفظ الكلمة دي لي ماتيير اسكولير. أول كلمة عندي كلمة لو فرونسي اللي هي اللغة الفرنسية لو فرونسي فرونسي. لارب اللغة العربية. لونجلي الإنجليزية. لالمان الألمانية. ليطاليا الإيطالية. لسبانيول الأسبانية. هتلاحظ إن كل اللغات هنا شباب مفرد مذكر. بعد كده لا شيمي اللي هي الكيمياء شيمي. لا فيزيك الفيزياء لا فيزيك. علوم الحياة والأرض لي سيونس دو لا في اي دو لا تير. لي سيونس دو لا في اي دو لا تير يعني علوم الحياة والأرض واختصارها اس في تي اللي هو الأول حرف من كل كلمة الاس والفي والتي. بعد كده الرياضيات لي ماتيماتيك طبعا حرف التي والاش بيتنطقوا في اللغة الفرنسية زي التي بالظبط. ماتيماتيك
تمام؟ يبقى مات، اختصارها مات. لا جيوغرافي، جيوغرافي الجغرافيا واختصارها جيو. لا فيلوزوفي، فيلوزوفي اللي هي الفلسفة، فيلوزوفي واختصارها فيلو. لا تكنولوجي، تكنولوجي اختصارها تكنو. ليستوار التاريخ، ليستوار التاريخ. ليديكاسيون ميوزيكال التربية الموسيقية، ليديكاسيون ميوزيكال التربية الوطنية، ليديكاسيون سيفيك، ليديكاسيون سيفيك. الفنون التشكيلية، ليزار بلاستيك، ليزار بلاستيك الفنون التشكيلية. التربية البدنية والرياضية، ليديكاسيون فيزيك اي سبورتيف، ليديكاسيون فيزيك اي سبورتيف التربية البدنية والرياضية واختصارها او بي اس، اول حرف برضو من كل كلمة في الثلاث كلمات دول. بعد كده يا شباب مربع الافعال، اول فعل عندي يبدأ يعني كومونسي، كومونسي كومونسي فعل مجموعة اولى. كل الافعال اللي قدامنا دلوقتي يا شباب هي مجموعة اولى تمام، ما عدا اخر فيرب بس اللي هو سافوار. كومونسي. بعد كده تيرميني ينهي، تيرميني ينهي، ينتهي سو تيرميني. خلي بالك هنا ينهي تيرميني، انما هنا سو تيرميني ينتهي. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ممكن اقول مثلا انا انهي الحفلة، انا انهي الحفلة تمام، يبقى هنا استخدم فيرب ايه؟ تيرميني بس. لكن عايز اقول الحفلة تنتهي في تمام الساعة كذا مثلا، يبقى الحفلة هي اللي هتنتهي تمام، يبقى نختار فيرب سو تيرميني. طيب يتناول الغداء ديجيني، دي جيني. اكسبريمي يعبر عن، اكسبريمي يفضل، بريفيري بريفيري. يتقابل سو رنكونتري، سو رنكونتري. يستغرق دوري دوري. يقترح بروبوزي بروبوزي. يخمن ديفيني ديفيني. يشرح اكسبليكي اكسبليكي. يعرف سافوار سافوار، ده فعل مجموعة ثالثة سافوار. آخر مربع عندنا يا شباب هو مربع الصفات والظروف وحروف الجر. أول كلمة عندي كلمة دراسي، سكولير سكولير دراسي. عايز أقول مثلا المواد الدراسية هقول لي ماتير سكولير. مفضل بريفيري، وطبعا لو عايز أنثها أحط لها أو. ما عدا سوف سوف، ما عدا اليوم أو جور دوي، أو جور دوي اليوم. لكن مي إلا أو أقل موان موان. أثناء بوندون بوندون. بالضبط أو تماما بيل جيست بيل أو جيست. يعني عايز أقول الساعة مثلا 12 بالظبط بستخدم بيل أو جيست. أسبوعيا بار سومين بار سومين. يوميا بار جور بار جور. كل شك شك. تو لي جور كل الأيام، تو لي جور. لو ديبي دو لا سومين، لو ديبي دو لا سومين اللي هي بداية الأسبوع. لا فان دو لا سومين، لا فان لا فان دو لا سومين نهاية الأسبوع. اتر اون كونجي يعني يكون في عطلة، اتر اون كونجي. خلي بالك لما يكون في مصطلح وفي فيرب في بداية المصطلح كده زي ده وده مثلا كده تمام، الفعل بيتصرف حسب فعل الجملة. يعني ايه؟ يعني مثلا عايز اقول انا اكون في عطلة، هقول جو سوي اون كونجي. فيرب اتر بيتصرف حسب الفعل، الفعل جو يبقى جو سوي اون كونجي. نفس الفكرة لديه عطلة، افوار كونجي. عايز اقول انا عندي عطلة، هقول افوار ده مع جو هيبقى جي، جي ابصرف اي، هقول جي كونجي انا عندي عطلة. هذا صعب سي ديفيسيل، سي ديفيسيل. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا كلمات الدرس الثاني من الوحدة الأولى. أتمنى أن تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.